الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة. وبعد، إلى المغني وصلنا إلى الكلام على الماء المستعمل، وأذكر الجميع بأن الماء المستعمل هو الماء المنفصل عن العضو. الماء المستعمل هو الماء المنفصل عن العضو، لكن لابد من وصف مقيد له. أحد يتذكر ما الوصف المقيد له؟ الماء المستعمل في المنفصل عن العضو هو كما قلت لكم له وصف مقيد. ما هو الوصف المقيد لذلك؟ رضي الله عنك العظيم، أحسن الله عليكم. طيب أنا أسعفكم. ممتازة دينا، ممتازة ممتازة ممتازة، بشركم الله بكل خير، أحسن الله عليكم. نعم، هو الماء المنفصل عن عضو. تغسل اليد، الماء المنفصل عن اليد في طهارة واجبة، في طهارة واجبة، هذا الأصل. الماء المستعمل هو الماء المنفصل عن العضو، يعني الماء الذي وجد على العضو ليس مستعملا، وإن كان في الغسلة الثانية أو الثالثة ليس مستعملا. المستعمل وصف مقيد له جدا هو الماء المنفصل عن العضو في طهارة واجبة. ممتاز. هنا المصنف عندنا أربع مسائل مهمة. المسألة الأولى يقول المصنف: وإن استعمل في طهارة مستحبة غير واجبة، ثم وصف الطهارة المستحبة كالتجديد، يعني المعنى نعم ممتاز، المعنى هنا أنه يجدد وضوءه، هو متوضئ يجدد وضوءه. طب انتبهي الآن يا سمراء واسكتي خالص، عندما يشكل عليك شيء أرسلي بالإشكال أنا سأحل لك، لكن الآن انتبهي وإن شاء الله سيفتح الله لك الباب. الطهارة المستحبة: رجل كان متوضئا، زيد تطهر فصلى الظهر، ثم جاء العصر وهو على طهارته، لكن قال: ولما لا أزيد الخير، فأراد أن يتطهر زيادة في الخير أن يكون الطهارة على الطهارة. رجل حافظ الأول بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، فتطهر الطهارة الثانية تجديدا لا أصالة، يعني هو على طهارة فأراد أن يزيد، هذه الطهارة المستحبة كالتجديد أو في الغسلة الثانية. المعنى أن في السنة تغسل ثلاث غسلات، كما غسل النبي صلى الله عليه وسلم وجهه ثلاث مرات، المرة الواحدة هي الواجبة، المرة الثانية مستحبة، والثالثة على الكمال، والثالثة على الكمال. فالغسلة الثانية والثالثة أيضا مستحبة، أو الغسل الجمعة على قول طبعا عند الحنابلة وقول الجمهور، الغسل الجمعة هو مستحب وليس بواجب، أو الغسل العيدين مستحب. طبعا هو الكلام الغسل الجمعة الخلاف فيه ظاهر، والحنابلة عندهم الرواية المعتمدة بأنه واجب، فإذا قلنا بأنه مستحب وغسل العيدين أيضا مستحب، فهنا هناك روايتان: هل الماء المستعمل في الغسلة الثانية، أو الماء المستعمل في الوضوء الثاني اللي هو تجديد، أو الماء المستعمل في طهارة هي مستحبة وليست واجبة، هل تسلب طهوريته أم لا؟ هذه هي المسألة. يبقى تصورت المسألة، هذه المسألة الفقهية أنا سأرتب أن يكون في سبورة حتى أبين ذلك، لأنه بالرسم والتخطيط يجعل طالب العلم يستطيع أن يتصور المسألة فيصل للنتيجة سريعا. السمراء أنت كنت أدبي ولا علمي؟ أدبي ولا علمي؟ القائد كان في الطهارة واجبة، نعم مساري، هذا صحيح. فهنا الآن أن لو رسمنا هذه المسألة، الطهارة هي في غسلة ثانية، الماء الذي انفصل هل هو الآن سلب طهوريته أم لا؟ يعني نستطيع أن نستعمله مرة ثانية أم لا؟ هذه صورة المسألة. في روايتان، الرواية الأولى بأنه لا تسلب طهوريته، الرواية الأولى تسلب طهوريته، فهو كالمستعمل في الطهارة الواجبة. معنى ذلك إذا قلنا بأنه ماء منفصل عن العضو، ولو كانت في طهارة مستحبة وليست واجبة قالوا فإنها كالماء المستعمل، كما لو اغتسل من الجنابة، يبقى إذن سلبت طهوريته. لما؟ قالوا لأنه، لذلك كنت تكسرين جدا بالكلام على مسألة القضاء وغيره، أنا قلت أكيد محاسبة قانونية، طيب جيد، وأيضا سألت أكثر مرة في مسألة القضاء وما فيها، الحمد لله أنك تأوي إلى الشريعة بهذه الطريقة، الحمد لله. أنا ما في جامعة عندي
حق بأن تختفي من على وجه التاريخ وعلى وجه البسيطة إلا جامعة الحقوق. هذه الكلية والله هي أحق الكليات التي لابد أن تختفي على يعني من على وجه البسيطة. الله المستعان. الحمد لله أنك تأوي إلى الشريعة، الحمد لله والشكر لله. إذن الأولى، الرواية الأولى هو أنه كالماء المستعمل في طهارة واجبة كما لو اغتسل من جنابة تسلب طهوريته. لماذا؟ أنه أزال مانعا من الصلاة، أزال مانعا من الصلاة فتسلب طهوريته، على ما قلنا قبل ذلك في الرواية. احنا نتكلم دلوقتي على الراجح والمرجوح. الثاني أنه لا يمنع، لأنه يعني الماء هنا لم يزل مانعا من الصلاة. المعنى أنه لو اكتفى بالغسلة الأولى صلى ولا ما صلى؟ الإجابة صلى. لو كان الوضوء مرة ثانية لزيادة الأجر، أي يصلي قبل من غير أن يتوضأ ولا ما يصلي؟ يقال يصلي. إذا لم يمنع، لم يزل مانعا من الصلاة، لم يزل مانعا من الصلاة. إذا كان لم يزل مانعا من الصلاة أشبه بالتبرد. يبقى أصل المسألة هو فين؟ لا تصبر معي. أصل المسألة هنا أنا إما أقول الماء المستعمل في الطهارة المستحبة متردد بالله، يعني تصوروها، متردد بين أن يكون كغسل الجنابة وبين أن يكون كالغسل تبردا. يبقى إذن الماء المستعمل الذي استعمله المكلف في الغسلة الثانية أو الثالثة أو في وضوء جاء على طهارة متردد بين أن يكون مثل الغسل من الجنابة أو مثل الغسل لكن تبردا. وش الفرق بين الغسل من جنابة والغسل تبردا؟ وش الفرق بينهما؟ لو أجبتم إجابة صحيحة وصلتم إلى ما نريد ونصبه إليه فهما. ما الفرق بين يبقى إذن المغتسل المتطهر بطهارة مستحبة تتردد طهارته بين 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 القياس، بين الإلحاق بغسل الجنابة أو الإلحاق بالغسل تبردا. وش الفرق بين الغسل الجنابة وغسل تبردا حتى نعلم عند التردد عندما نلحقه بأحدهما أو إلى أيهما أقرب يكون الحكم جليا عندكم؟ ما الفرق بينهما؟ أجيبوني. راح الله قلوبكم، لأني أنا أصلا متعب جدا. أودت لا تقول هذا يزيل مانع من الصلاة والتورد. لا، قاربت جدا. غسل الجنابة واجب جيد لا يجزئ، رفع الحدث بالتبرد ممتاز. أريد كلمة واحدة تنهي المسألة عندي. غسل الجنابة واجب غسل. لا دكتورة ندى، أخطأت الرمية جدا هنا، أخطأت الرمية. من قال بأن غسل التبرد على الاستحباب؟ أيضا مجدة نزلت في خط الدكتورة ندى وتوافق على الخطأ. مصطفى أبو مصطفى، محمد أحمد مصطفى، ممتاز ممتاز الذي قلته. فإذا عليك أن تأتي بكلمة واحدة تفصل لنا في الباب من الجانب رفع الحادث والتبرد لا يرفع حدثا. فلو عنده مستعمل في فرض اغتسل طهوريته والثاني لا يغتسل طهوريته، يعني ما أريد كل التفصيل، قلت كلمة واحدة يا دينا. ممتازة راجية، لكن المسألة فيها نظر في هذا الباب. تستطيعون إنهاءه بكلمة واحدة؟ ممتاز، إجابتكم ممتازة جدا. كنت أحتاج منكم بس كلمة واحدة تنهي لنا المسألة وتجليها تجلية رائعة. خلاص ممتاز ممتاز. غسل الجنابة عبادة وغسل التبرد ليس بعبادة. غسل الجنابة عبادة وغسل التبرد ليس بعبادة، هذا الذي أردته. أم عبد الله هنا أتى الأميرة أولا، الأميرة قبل أم عبد الله، قالت التعبد، أم عبد الله قالت التعبد. نعم هذا صحيح، هذا صحيح. غسل الجنابة تعبدا وغسل التبرد لا يكون تعبدا. فهمتم؟ وهنا نقول أن الأثر الحكم الذي يتبع الوصف أثره في التعبد. إن كان تعبدا فسيؤثر في الحكم، إن كان تبردا لا يؤثر في الحكم. إن كان تعبدا سيؤثر في الحكم، وإن كان غير تعبد فإنه لا يؤثر في الحكم. يبقى المعنى هنا متردد الحكم بين الإلحاق بغسل الجنابة في الغسلة الثانية أو الغسلة المستحبة وبين الإلحاق بالغسل تبردا. فروايتان، الرواية الأولى نعم يلحق به
يكون كالماء المستعمل، والمعنى أنه يكون كالغسل من الجنابة. نعم. وأما الثانية لا يمنع، يلحق بالتبرد. استغفر الله، أنت عندك عمق يا ساري، رفع الله مقامك. إذا نقول الإلحاق بغسل الجنابة أقرب، هو متردد بينه وبين الثاني، أما الإلحاق بغسل التبرد أفضل أقرب. الصحيح الراجح أننا نقول لم يزل مانعا من الصلاة. إذا لم يزل مانع من الصلاة فصحيح الراجح، وطبعا روايتان، الرواية الأولى أنه يلحق بغسل الجنابة لأنه تعبد، لأنه تعبد، إذا يصير ماء مستعملا ولا يستعمل. احنا قلنا حتى لو كان فالماء المستعمل الصحيح أنه طاهر في نفسه مطهر بغيره، والصحابة ما تركوه إلا تقذرا، وهذا تكلمنا به. وإذا قلنا بنفس التأصيل أن الماء المستعمل طاهر في نفسه ليس مطهرا لغيره، فإلحاقه بالتبرد أولى من إلحاقه بإيش؟ بالجنابة، لأنه لم يزل مانع من الصلاة. فلما لم يزل مانع من الصلاة أشبه التبرد. هذه أصل المسألة الفقهية. من أتقن الجزئية هذه كل ما سيأتي كل فرع على ذلك في هذا الباب. ولذلك يعني إن كانت الطهارة ليست واجبة فإنها أشبهت بالتبرد، وإن أشبهت بالتبرد قلنا بأن الماء لم يصر مستعملا، فالنية هنا مؤثرة في الحكم المترتب عليها في هذا الباب. ثم انتقل إلى مسألة ثانية. إذا الراجح الصحيح في هذا أنها وإن ترددت أو تردد الحكم بين أن يكون ماء قد اغتسل به من الجنابة أو ماء يكون للتبرد، فهو للتبرد أقرب منه إلى الجنابة، لأنها غسلة لم تمنع لم تزل مانعا للصلاة، غسلة لم تزل مانع من الصلاة، والتبرد هكذا أيضا لا يزيل مانع من الصلاة. قال والمستعمل في تعبد غير حدث. التعبد غير حدث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يضع يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فلا يضع يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا. وهذه فيها دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر، وهنا أمر النبي أقل ما يقال في أمر النبي صلى الله عليه وسلم أنه مستحب ليس واجبا، أنه مستحب، ده أقل ما يقال في أمر النبي صلى الله عليه وسلم. إذا قلنا قام من نومه ووضع يده في الإناء فغسلها، الماء المتساقط من اليد يكون مستعملا أم لا؟ هذا متخيل، عندك الإناء ووضعت اليد في الإناء وأخذت الماء وغسلت يدك والماء يعني تساقط في الإناء، هذا الماء المتساقط هل الماء مستعمل أم لا؟ لو طبعا عشان نركن إليه، إذا كان ماء مستعملا فهو طاهر في نفسه غير مطهر لغيره، وهذا سيأتي تفصيله. فهو يقول الآن هذه المسألة مترتبة على الكلام بوجوب الغسل أو استحباب الغسل. لما؟ لأنه سأرجع لأصل المسألة الأولى التي تكلمنا عنها. لو قلنا بوجوب الغسل، غسل اليدين إذا وضعهما في الإناء، لو قلنا بوجوب الغسل صار الماء مستعملا لأنه مستعمل في واجب، فأشبه ما يكون التعبد. وإذا قلنا بأنه لا يجب أن يغسلها وغسلها وغسلها استحبابا صار كالغسل الثانية والثالثة أو غسل اليدين، فأشبه التبرد. لما أشبه التبرد؟ لأنه لم يزل إيش؟ لم يزل مانعا من الصلاة، لم يزل مانعا من الصلاة. إذا قلنا هي واجبة يبقى إذن صار الماء مستعملا طاهرا في نفسه غير مطهر لغيره، لأنه أشبه ما يكون إزالة المانع من الصلاة فسلبه طهوريته. الثاني أنه لم يزل طهوريته لأنه أشبه الغسل الثانية والثالثة، أشبه غسل العيد، وغسل العيد لا يؤثر في الحكم لأنه أشبه التبرد. لما أشبه التبرد؟ لأنه لم يزل مانعا من الصلاة. والصحيح الراجح أن غسل اليدين قبل وضعهما في الإناء مستحب وليس واجب. غسل اليدين قبل الوضع في الإناء هو مستحب ليس واجبا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يضع يده في الإناء حتى يغسلهما ثلاثا. التعليل جعل الأمر ليس على الوجوب، التعليل جعل الأمر ليس على الوجوب، قال فإنه لا يدري أين باتت. فإذا يكون الصحيح في ذلك أنه يبقى الماء على إطلاقه ولا تسلب طهوريته، لأنه أشبه ما يكون بالتبرد لأن الغسل ليست واجبة. قال فصل وإذا انغمس الجنب أو المحدث، الحمد لله فهمتم، الله أكبر، أريد البيضاء الآن ما أريد السمراء، لأن السمراء الظاهر أنها لو فهمت لأسرعت بالكتابة،
معنى ذلك أنها الآن تعاني في القانون الثالث بالبند 17 في القانون الثالث. هذه مشكلة كبيرة. بقولك يا أمان أحسن الله عليك، هذا جيد، لأنه فهم المسألة دي يترتب عليها الأمور الأخرى. فصل: وإذا انغمس الجنب أو المحدث فيما دون قلتين. تعلمون بأن الحنابلة والشافعية اتفقا على التفريق في تأثير النجاسة في ال... طب نعم، أنا أريد الرسم يكون ظاهرا. كما توقعت أنت في البند 17 في القانون الثالث يا سمراء، لازم الصبور باشمهندسة دينا ارسميها وضعيها لهم. طيب لو تستطيعين وضعها الآن سيكون أفضل. رد الله عنك يا خديجة، رد الله عنك بالزاف، جزاكم الله خير. أقول: إذا انغمس الجنب أو الحدث أو المحدث في الماء أقل من قلتين، شفاء الحنابلة يرون في الماء الكثير والماء القليل في تأثير الحكم وقوع النجاسة فيه. يعني هل المسألة دائمة على تغيير وصف من الأوصاف، أم المسألة فيها فارق في الكثير والقليل؟ الحمد لله الحمد لله الحمد لله، أحسن الله عليكم. فإذا الآن دينا بتفهم الدرس. طيب لا، أقول في فرق بين القليل والكثير، فرق بين القليل والكثير. القليل إذا وقع فيه النجاسة وإن لم تغير الوصف فإنها تكون مؤثرة في الحكم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يضع يده في الإناء إنه لا يدري أين باتت. وقال طهور: إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبعا ويعفر الثامنة بالتراب. ممتاز. والكثير اللي هو إذا بلغ القلتين قال: لم يحمل الخبث. يبقى لابد من تغيير وصف من الأوصاف الثلاثة: الطعم أو اللون أو الرائحة. فهنا يقول: إذا انغمس الجنب أو المحدث فيما دون القلتين ينوي بذلك رفع الحدث، صار الماء مستعملا. صار الماء مستعملا. الحنابلة يقولون صار الماء مستعملا. لما؟ لأنه استخدم ماء أقل من القلتين، فالماء المنفصل عن العضو مستعمل. جيد. قال: ولم ترفع حدثه. طب ليش لم يرفع حدثه؟ هنا لم يرفع حدثه هنا لمسألة مهمة جدا. ما هي؟ لم يرفع حدثه لأنه قال مع أول غمسة لما انفصل الماء عن الغمسة هذه، لو من رأسه أو من وجهه أو من يده، وضع يده في البانيو مثلا والماء تساقط، صار مستعملا، فصار كل الماء الذي هو القليل مستعملا. تفهمون هذا؟ لأنهم يرون أن الماء القليل الذي هو أقل من قلتين لو وقعت نجاسة غير مرئية لم تغير وصفا غيرته جميعا، أثرت في الحكم. كذلك في الماء المستعمل، الماء المستعمل القليل الذي انفصل عن اليد أو عن الوجه وهو يغسل الوجه، تساقط من الوجه الماء، نزل في الماء القليل الذي هو أقل من قلتين، يؤثر وإن لم يغير وصفا من الأوصاف. يؤثر. هذا قول الحنابلة. فالحنابلة إيش قالوا هنا الآن عليكم السلام وكاته؟ قالوا: إذن الماء صار مستعملا لأنه أقل من قلتين وأيضا لم يرفع حدثه. ليش لم يرفع حدثه؟ لأن باقي الجسد دخل على ماء مستعمل، والماء المستعمل لا يرفع حدث. هذا عندهم. لو فهمتم أو تصورتم ذلك أم لا؟ البانيو موجود، الماء في الحوض موجود، وزيد جاء ليغتسل فتعجل فغسل وجهه، فتساقط الماء من وجهه على الحوض. الحوض هذا أقل من قلتين، تصل إلى ذلك. نعم، أقل من قلتين. طيب، فصار مستعملا، فنزل بباقي أعضائه، يعني هو بالوجه الآن نزل بباقي أعضائه إلى الماء. طيب، هو نزل بباقي أعضائه إلى الماء، الماء صار إيش؟ مستعملا. والمستعمل عندهم لا يزيل حدثا ولا يرفع، لا يزيل نجسا ولا يرفع حدثا. طيب، في نفسي نعم، لكنه لا يزيل. فهمتم التأصيل العام؟ ولله الحمد والمنة، سأعتبر أنكم فهمتم. فالحنابلة قالوا: يبقى إذن الماء صار مستعملا وهو لم يرفع الحدث، لأن باقي الجسد لاقى ماء مستعملا لا يرفع عنه حدثا. الشافعي قال: يصير الماء مستعملا ولكن الحمد لله، يصير الماء مستعملا ولكن يرفع حدثه. يرفع حدثه هذه تحتاج إلى
دقة فهم شوية. كيف يرفع حدثه؟ ولما يرفع حدثه؟ احنا قلنا ان الماء اصلا صار مستعملا، كيف يرفع حدثه؟ عند الحنابلة عائشة، عند الحنابلة. نعم نعم نعم، يسعدني ذلك، وما احد عندي اغلى من طلبة العلم بحال من الاحوال. تعرفون كيف اتضحت المسألة؟ الحمد لله، البركة في زيد وعمر. طيب الشافعية قالوا يرفع الحدث والماء مستعمل. طب كيف ذلك؟ سألناه فقال أي نعم يذهب كله، هذا صحيح. لتر واحد فعل ذلك. أصبح استعمال لو تغير صار مستعمل، ويزيد المستعمل الحدث ممتاز. هذا قول الحنابلة. أما الشافعية قالوا يرفع الحدث. كيف يرفع الحدث وهو يقول بأن الماء صار مستعملا؟ أقول لكم كيف. لأنه عنده أعضاء الجسد، أعضاء الجنابة كلها كعضو واحد، أعضاء الجنابة كلها كعضو واحد، فلذلك قال هذا العضو ترفع عنه، يرفع عنه الحدث في كل الماء في هذا الباب. لا يعني لا ينظر إلى التنقل، يقول الحكم النهائي للماء بعد خروج المكلف من الماء، الحكم النهائي للماء بعد خروج المكلف من الماء. والقول هذا هو الأقرب، لأنه أصالة الصحيح أن الماء المستعمل هو طاهر في نفسه، مطهرا، يكون مطهرا لغيره. وإن كان الحنابلة رد على الشافعية بقوله ولا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، قالوا ولأن النهي هنا يقتضي الفساد، مطلق النهي هنا يقتضي الفساد، ولأنه بانفصال أول جزء من الماء صار الماء مستعملا، وهذا يعني ليس ظاهرا. وأما بالنسبة للحديث ولا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، قلنا المعنى هنا استقذارا وليس للماء المستعمل، استقذارا وليس للماء المستعمل، وهذا الأصل في هذا الباب. طيب آخر هذه المسائل، أنه قال إذا اجتمع ماء مستعمل إلى قلتين غير مستعمل صار الماء كله طهورا. هنا عندنا قاعدة احفظوها جيدا، الماء يطهر بالمكاثرة. شوف هذه أيضا خصلة جعلها الله للماء ليست للمائع، هذه خصلة جعلها الله للماء ليست للمائع، الماء يطهر بالمكاثرة. إذا كان الماء يطهر بالمكاثرة فإنه هنا الآن صار ماء المستعمل وضع على ماء وهو بلغ القلتين، إذا سيدفع عنه ما سلب طهوريته، سيدفع عنه ما سلب طهوريته، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا بلغ الماء القلتين لم يحمل الخبث، قالوا لم يحمل الخبث فمن باب أولى لم يحمل ما سلب الطهورية إلى الطاهرية، هذا من باب أولى. يقولون إذا كان نجسا فبلغ القلتين صار طهورا، فمن باب أول إن كان مستعملا أن يذهب إلى أن يصل إلى الطهورية، بأنه إذا بلغ القلتين. سبحان رب العظيم، مشكلة كبيرة في هذا الباب. هذا قدر ماء المستعملة، هم يقولون أن ما استعملت كان في هذا الوصف. عامة الماء هذا من الأهمية بمكان، الماء يطهر بالمكاثرة، له قوة دفع تدفع الخبث، فكيف لا تدفع الاستعمال؟ فقالوا من باب أولى، من باب أولى لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. هذه مهمة جدا، لأن كثير من العلماء كانوا يقولون على بعض العلماء الذين ظهرت فيهم بدعة، يعني كقتادة، كهشام الدستوائي، فكانوا يقولون وإذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. تعلمون بأنهم تكلموا في الزهري الأمرين، لأنه كان يصبغ بالسواد، وكان يلبس زي الجند، يعني كان عاملا عند بني أمية، وما كانش كذلك يعني. تعلمون أن أول من دون السنة هو الزهري بأمر من عمر بن عبد العزيز، عشان لازم أخلص الدروس فسمح. فهنا دي دلالة واضحة جدا على يعني على استعمال هذا الحديث. فقال الإمام الذهبي مقرا على ما كان يقع من الإمام الزهري في الصبغ بالسواد، وأيضا عمل وقبول عطايا السلطان، وده كان أمر مهم جدا في الباب، كثير من الورعين كانوا يتكلمون عن من أخذ عطايا السلطان. يعني هي ليست نجاسة، احنا نتكلم عن أنه صار الماء مستعملا. حتى الكافر أصلا ما لا ينجس الماء، الكافر ليس نجسا نجاسة حسية، فكافر بالمسلم.
فقال الإمام الذهبي بعدما ذكر الكلام عن الزهري وكأنه أقر أن الزهري فعل ذلك، قال: ولنا أن نقول وإذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. هذه آخر مسألة في المسائل، أسأل الله أنها تكون جيدة. وليت الأخت فاضلة باشمهندسة تعطي الرسم بس لصاحبة الحقوق، لأنه العلم تصور، إن لم تستطع أن تتصور لن تصل إلى فهمها. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.